إذا نحول الآن هذا رح أشيله وأحوله هو نفسه هلا رح أعمل بس دبل كليك عليه هلا المفروض نقدر من هون نحوله بدي أشيل أنا هلا البريسيت موديل عشان أقدر أغيره هلا لاحظوا لما بغيره ما بلغي البارامترز اللي حطها هناك بخليها بخلي آخر بارامترز موجودة عشان اخترنا البريسيت موديل والبريسيت موديل أعطاني بارامترز هون لما رجعت نو إيش عملت بهدول؟ خلاها هاي فكره جيده اذا بدك تاخذ بريسيت موديل وتغير تغييرات بسيطه عليه فاهمين الفكره شو يعني بريسيت ايش محضر مسبقا جاهز وهو مجهز برامترز وهذه فكره جيده اذا انت بتبني سوفت وير اذا بتكتب سوفت وير ما تحطه بس اليوزر بده يدخل كل شيء شو بتعمل له تحط له سجستشنز بتقول له ممكن هذا صار كثير انت تغير البارامترز تبعت السيستم او ما عندكش بالضبط فاول مره بدك تستخدم تقول له ماشي اعطيني شيء فبعطيك suggested parameters هلا احنا لما لقينا البريسيت بطلوا هدول شيدد صاروا unshaded فبقدر اغيرهم الان يعني بقدر اخذ البريسيت موديل واخزنه بعدين ارد الغي الكونفجريشن من هون لما لغيتها من هون هدول رجعهم كلهم unshaded بقدر اغير اللي بدي اياه بقدر اغير ووتر ريزيستنس بقدر اغير اشياء مختلفه اه هلا انا راح اغير من هون خلينا نشوف اذا بنقدر نعمل هذا وان روتر شوف ايش بصير هون هي خلال البارامترز صار عندي وان روتر هلا المفروض يطلع معنا تيرمينالز ثلاثه جداد خلينا نشوف اذا هذا صحيح هي طلع معي تيرمينالز ثلاثه جديده من هون اه هلا انا ما عندي فكره شو راح احط ريزيسترز من هون المفروض هلا اذا شبكت زي ما انا خلينا نشوف اذا نشوف ايش قيم الريزيسترز صارت بدنا الروتر ريزيستنس اه هي الروتر ريزيستنس شو كانت قبل؟ كانت اظن 1. اظن هاي بير فيز اه هاي بير فيز موديل فكانت 1.395 اومز للروتر ريزيستنس وهي طبعا ريفير تو ذا برايمري اه اوكي شايفين الشحطه هاي؟ لانه انا فعليا ما بقدر ادخل على الروتر رئيسه بس بشوفه ايش ببين متذكرينها هاي؟ داش اللي هي ريفير الروتر ريفير تو ذا برايمري من هون هلا انا اقتراحي اذا بدكم راح نحط اول شيء راح احط اعمل شورتنج اوت واشغله واشوف اذا باخذ نفس البارامترز المفروض يطلع الاداء تبعه بيشبه الاداء تبع الاصلي فمثلا لو احنا حطينا هون راح اخلي هاي 25 او ماينس 25 راح نعمل اوكي وبعدين هذول راح اعملهم شورتنج اوكي كاني ما استفدتش منه يعني ما استفدت من الوان روتر اللي شريته بس عملت له شورتنج اه فالمفروض هذا بيشبه الاداء الاصلي هاي جيد كمان لما انت بتعمل ريسيرش وبتعمل انفستيجيشن غيرت شيء بدك تتاكد انه غيرته ما عمل مصيبه شو بتعمل؟ ما تنط خطوتين او ثلاثه مع بعض ايش تعمل؟ اعمل خطوه واحده هلا احنا رح نرجع نفس الشيء اذا تاكدنا انه هذا نفس السابق معناها ماشي امورنا اوكي يعني تراي تو انتروديوس تشينجز وان ات ا تايم هلا متذكرين احنا شو البارامتر كان على ناقص 26 قديش كان اعطانا بالاول؟ خلينا نشوف شو بعطينا سبيد وسرعه ونشوف الباور فالمفروض هلا هذا نفس المشين اللي كانت موجوده قبل شوي جنريتر انا بدي اشغله على جنريتر بدك تشغله موتور بصير شغله زي ما بدك نشوف خلينا نشوف الباور احنا كان عندنا حوالي 2500 واط قبل شوي مضبوط خلينا نشغله عمل زوم على الواي واتاكد قديش الباور وهي عم بيشتغل كجنريتر واضح عم بيشتغل كجنريتر نعم هي تقريبا نفس الشيء ناقص 2500 او ناقص 2700 واط مش هيك فتقريبا احنا نفس المشين هذيك هلا اذا اجيت من هون هلا راح اشوف خلينا نشوف السرعه السرعه اظن موجوده عندنا هون مضبوط هلا اذا طلعنا واحد من هذول اظن التورك وواحد السرعه مضبوط السرعه اللي فوق تحت هي السرعه مش هيك بالريدينس بير سكند هلا اذا بدك عشان ما اضلش اطلع على الاوسيلوسكوب راح احط انا ديسبلاي دكتور بتختلف السرعه اختلفت عن اول لا اظن 154 تقريبا نفس الشيء زادت عن السينكرون سبيد بشوي اظن السينكرون سبيد كانت 157 خلينا نشوف قديش كانت هي هاي قديش شايف هي زايده عن 158 او 157 إذا حسبت السينكرون سبيد لهذا المحرك بتطلع تقريبا 157 راديان بير سكند 157 راديان بير سكند احنا هلا تقريبا ماشيين على معناها وي ار ان اي مود جنريتر مود وعلى فكرة إذا بتطلع بالكوادرنت في أي كوادرنت احنا متذكرين الكوادرنت؟
احنا بالرابع ولا بالتالي؟ بالرابع. الرابع لان السرعه لسه بوزيتيف بس التورك صار نيجاتيف، فاحنا بالرابع بالتكرير الرابع والاول. هلا راح نعمله الان على هذا التورك نفسه. بدي اغير الريزيستنس، الروتر ريزيستنس، واشوف شو بتاثر على السبيد. كانت السرعه عندنا قديش؟ يعني احنا على فكره الان اذا بنطلع على السبيد تورك كيرف احنا بالمنطقه هاي او حتى احنا واضح انه احنا بالرابع حتى من هذا الرسم. احنا هي الكوادرنت الاول هون وين صرنا؟ كوادرنت الرابع. هاي السرعة واحنا هون قلنا هاي النقطة تقريبا 150 57 رادز بير سكند. احنا عم نشتغل بالمنطقة هاي اللي هون وعم نتحرك هون. هلا احنا تقريبا اخذنا الريتد تورك اللي هون واخذنا زيه هون مظبوط؟ مش اخذنا تقريبا 26 كان الريتد، نزلنا ناقص 26 وعم نشتغل على النقطة هاي هون. هلا المفروض اذا انا هون هلا الريزيستنس انا راح ازيد الريزيستنس. اذا زدت الريزيستنس المفروض يصير هذا عندي مظبوط؟ راح يصير عندي هون. اذا شغلنا مظبوط المفروض يصير مظبوط؟ واضح ايش راح يتغير؟ تغيرت، انا غيرت بالريزيستنس، غيرت. لما ازيد الريزيستنس بصير هذا الكيرف بهذا الشكل، واذا زدتها كمان بصير بهذا الشكل، مش قلنا بعطيني هاير ستارتنج تورك؟ فهون راح يتحرك بهالمنطقة فالسرعة راح تزيد. احنا عادة بنعمله بالعكس، لما يزيد عندي التورك الخارجي بزيد بنزل الريزستنس بحيث اني انزل السرعة، اضل محافظ على سرعة ثابتة زي بعضها. طيب خلينا نشوف اذا هون هلا هذه راح بدي اخذ هذول الثري تيرمينالز لتحت. بدنا نجيب مقاومات هلا، بدنا ثلاث مقاومات، فلازم نجيب لود. نرجع لللايبرري براوزر. راح نرجع بدنا كومبوننتس مش هيك؟ هاي الكنترول هاي راح نعملها مينيمايز. اليمنتس، والاليمنتس انا عاده بستخدم البرانش. راح ناخذ ثلاثه من هذول. هلا هذا راح احوله لريزستر بس. نعمل زوم اوت حتى نوسع المساحة أكثر. فيو اوكي. هلا رح انسخ هاي ثلاث مرات ويمكن في شيء ارتب من هيك، خلينا نحاول نعملها بشكل ارتب من هيك. رح احط هاي كلها هون، هاي نحطها هون، هاي نحطها هون. رح اخذ هلا اللودز الثلاثة احطهم هون. ليش هذا اللود هيك كبير؟ فكرت الفطار. اوكي هذول جاهزات. هلا كان عندنا احنا 1.39، خلينا نحطها في البدايه. راح اغير تغيير بسيط، راح اعملها 0.2 ونشوف شو بصير بالسرعه. فراح نعملهم الثلاثه 0.2 اومز. نعم بتزيد دكتور. ايش هو عفوا؟ قلت الريزستنس لازم تنزل. لا لا انتبه، انا كان عندي عندي لسه 1.39 موجوده في الروتر. الخارجية أنا كنت عاملها شورتنج فكانت الخارجية قديش؟ زيرو. أنا ما لعبت في اللي في المحرك، اللي في المحرك لساها 1.39، أنا عم بضيف ريزيستر خارجية إضافية برا. فهذه راح أحطهم هلا كلهم 0.2. هلا المفروض اللي يصير إنه أنا كأني زدت الريزيستنس تبعت الروتر مظبوط؟ فصرت على هذا الخط، إذا شغلنا مظبوط إيش راح يصير هون؟ المفروض السرعة تزيد، كانت السرعة عندي 162 163 ريجن بير سكند مش هيك؟ وهي كلهم بوينت. وهلا هي تغيير بسيط كمان، هذه قاعده جيده عاده لما تغير ما تغير تغييرات هائله، اعمل انكريمنتال تشينجز حتى تشوف الاثر، تبدا شوي شوي تشوف التغييرات.
هلا خلينا نعمل ران ونشوف اللي كنت بدي اعمله. كمان بدي احط ديسبلاي كنت على السبيد عشان ما نضلش كل مره نطلع على السكوب. خلينا نعمل ران بعدين نحط ديسبلاي. نتاكد اول شيء مقاوماتنا صحيحه. عندي هون بوينت 2 وعندنا هون بوينت 2 وعندنا هون بوينت 2. نعمل ران. طلع على السرعة. يمكن تغير طفيف بالسرعة مش ما تغير كثير. تغيرت شيء بسيط السرعة مظبوط ولا ما تغيرت بالمرة؟ كانت 192. خلينا نحطها واحد ونشوف هلا شو بيصير بالسرعة. وخلينا احط الديسبلاي وراح اروح على اللايبرري براوزر. وبدي ايش انا كنت من اللايبرري براوزر؟ بدي ديسبلاي. ديسبلاي برجع على السيميلينك commonly used blocks. في شيء اسمه display. display sync بالsync. طلع لك القيمة اقراها مباشرة بدل ما تضلك تطلع على الاوسيلوسكوب. اضافه. هلا هذا راح نحطه هون. واللي فوق اللي هي السبيد راح تكون ان راديانز بير سكند طبعا. وهلا غيرنا هذول بدنا نغيرهم لواحد. غيرته انا؟ لا غير هذول لواحد. واحد هون واحد واحد. اوكي ارتفعت برضه كمان مش ارتفاع كثير لحد ما وصلت تقريبا 166. اذا ارتفعت تقريبا من 162 ل 166. اذا تغيير المقاومات هذول سمح لي على توركس مختلفه احافظ على نفس السبيد او على نفس التورك اجيب سبيد مختلفه. وهذا المبدا عمل في الوينتر ماين جنريتر. هلا